اوريدي المزيكا شيقة. بص 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو سباك اوفر. بصوا اللعبة دي اسمها ذا باك روم ليزم، وانا ما اعرفش القصة بتاعت اللعبة دي اصلا، بس كان ليها نهاية ولا لا، بس خلونا نستكشفها مع بعض. وانا كده كده هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن لو انتوا حابين ان انتوا تجربوها، تمام؟ وخلونا نستكشف ايه اللي هيحصل بالظبط. فلو انت جديد معانا في القناه وحابب ان انت، احنا بننزل العاب رعب كتير، منها حاجات مختلفه، منها حاجات شورت، منها حاجات طويله، منها حاجات قديمه، تمام؟ فلو انت حابب ان انت تشترك معانا في هذه التجربه المنيله ب 60 نيله، يعني يا ريت لايك الفيديو وسبسكرايب. وعيبنا يا ريس، هي تقريبا ليها علاقه، فاكرين البروكس اللي احنا كنا بنلعبها، اللعبه اللي هي بتاعت الدورز وبتاع والجو دوت، تقريبا ايه ده، في ايه؟ تقريبا نفس الحكايه، بس دي على جو، يعني دي مش ريبلوكس، دي لعبه ثانيه خالص مالهاش علاقه بريبلوكس. اوكي انفنتوري، ما انا انفنتوري ممكن اشيل فيها حاجه. اكزيت، يلا بينا. السلام عليكم. صح تقريبا احنا بندور على الاكزيت. اوكي بيقول لك ايه، ذا كينجدم كم، صح كده ولا كينجدم؟ اوكي المملكه قادمة، ما اعرفش. فتقريبا احنا بندور على الاكزيت، صح؟ هو ده اللي احنا بندور عليه. بس بقول لك ايه، الجو جامد، الجو شكله جامد. انا مش مريح لي موضوع ان انفنتوري وجو ان انا في شيفت ران والجو ده. ستيبس تيكن بقول لك 135 140. بقول لك ايه، ده هي دورز يا عم، دورز اللي في ال اللي في البلوك. البلوك ايه ده، في ايه؟ ايه؟ في ايه ده؟ الو، بقول لي روم ديسكفرد 11 على الشمال، في شخص ما ظهر لنا غير مفهوم. انا مش عايز اتعرف، مش عايز اعرف، مش عايز اعرف هو عباره عن ايه يا رجاله، عاملين ايه الاخبار. انا تقريبا بدور على الاكزيت تقريبا، كل ليف اكزيت اهو. حلو ده، اوكي بقى. ولا ده تفتكر ده؟ اوكي اوكي. بقول لك ايه، خير الامور الميمنه، يلا بينا نمشي يمين احسن. بيجري ورايا، بيجري ورايا، بيجري ورايا، بيجري ورايا، بيجري ورايا. هينط البتاع دي؟ مش هينط، صح؟ مش هينط، صح؟ انت مش هتنط، مش هتنط. ده بينط، ده بينط البتاع ده. كينج دام از كامينج، اجري يلا، اجري يخرب بيتك. الاستامنا بايظه. ايه يا رهوي، يا رهوي يا برو، ايه رهوي، انا تتتت اللي استمنى يلا، اللي استمنى. اجري يلا. نايت فول، لا حول ولا قوة الا بالله. مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ ايه المجتمع الغريب ده؟ اوكي ما عليه. اقعد 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 عشان اللي استمنى. خلاص يا رجاله، خلاص يخرب بيتكم. انا بقول لك نايت فول، ايه هو ايه الليل جه علينا؟ كويس ان انا، كويس ان هما الاثنين ما جوش في نفس اللحظه. الشخص البتاع اللي كان بيجري ورايا، ما تفتح يا اسطى، ربنا يبارك لك والنبي. ولا لا 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 لا، عايزين الاستامنا تظبط وبعدين. طب ده ايه؟ انا عايز الاستامنا بس تظبط. خلاص يا عم، انا هيلسي بليدنج اوت، انا بريح، صح؟ بليدنج اوت انا ريب. ايه يا عم ده؟
بقولك ايه، انا محتاج ان انا ادور في البتاع دوت. انا ممكن اعمل لها باك موديفاير بلاير سبيد، انا ممكن ازود هنا حاجات، ممكن ازود السبيد بتاعتي واظبط الدنيا لو انا عايز. ممكن ما اخليش فيه ستامنا صح، انرجي بلاد بوست. بقولك ايه خليني اعلي السبيد بتاعتي شويه والهيلث علي سيكا بسيطه. خلينا نبوظ اللعبه شويه ماشي. هي بس الاستامنا هي اللي مبهدلنا، بس احنا واضح ان احنا لازم ايه ده في ايه يا اسطى في ايه. واضح ان انا لازم يعني اكسبلور البتاع وادور، لان في انفنتوري وحاجات زي كده. واضح ان هي البتاع ايه ده، ان البتاع بتتغير، الروم بتتغير. بص الروم بتتغير، ما ينفعش عادي انزل هنا ولا في حاجات اهو في اوكي. واضح ان انا انفنتوري معايا اوكي. انا زودت السرعه على سيكه بسيطه تك تك ماشي. يعني انا واضح ان احنا المفروض لازم ندور على الاكزيت بتاعنا الجميل جدا. يخرب بيتك ولا بص بقى، انا معايا سرعه المره دي ما تقدرش تتكلم معايا. ايه يا مفول، باي اكزت يا برو. لا 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 ده بيجري ورايا، بيجري ورايا ولا خلاص يا برو. يس اوين. بقول لك ايه، ده مركز معايا. استنى يا عم، ايه يا عم يخرب بيتك ولا ما طلعش بيدمج، ده طالع بيلتهم. موديفايل بتاع دوت ورجعها زي ما كان يا عم، خليها زي ما كانت، بلاش تبهدل حاجه يا ابو اسماعيل، احترم نفسك بقى. اوكي خلينا يعني نلعبها جد المره دي، عشان احنا كنا بنهزر مرتين ما كناش بنتراي هارد ولا حاجه. خلينا نكمل عادي. يو هي اي حاجه، عشان هو كتب رساله كده في الاول وانا ما اهتمتش بيه. طيب هل الاستامنا بس ساعه ما انا بجري؟ خلينا نتمشى عادي وما نستخدمش الاستامنا الا لما نكون محتاجينها. تمام رجعنا نفس المكان تاني اللي هو كان في المرة التانية، فخلينا نشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. اهم حاجة ان احنا الدواليب والحاجات دي غالبا دي مثلا ممكن اعتقد ينزل لنا معاها حاجة صح؟ اوكي كانوا في صودا. حلو ده، تصدق نفسي في كانوا في صودا، مع ان انا اصلا ما وده ايه حبل ايه؟ اموت نفسي؟ ده اتخلص من نفسي بعد ما لما اوصل لمرحلة ان انا خلاص زهقت من اللي بيحصل دوت. بس اللعبة حلوة حلوة، هي بس ما تعرفش ايه النهايه بتاعتها. روم ديسكفرد 7 اوكي. هات اي حاجه، ده علبه لبن اوكي، تقريبا علبه لبن رايب. ده برضك نفسي في الراجل ده بيجيب الحاجات اللي انا محتاجها ليه. اوكي خشب، يلا بينا. ايه جو ماينكرافت ده يا مالها في ايه؟ سرفايفر بقى، عارف انت، نبني بيت بقى ونبني حصن ونستنى الاخ دوت اللي بيدور عليه. في ايه؟ في ايه؟ ولا لا 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 ما علينا ما علينا، نروح مكان تاني، مش لازم حتى نخرج من المكان اللي هو موجود فيه، عادي جدا. اللايت بيبلينك، اكيد في مكان تاني ممكن نهرب منه. يلا سلام عليك. اوكي المكان هنا مقفول. طب بقول لك هنا، طيب عند التلاجة دي في مكان تاني هنا ممكن نهرب منه. اوكي طيب ذا كينجدم كم. تصدق عايز اتفرج على فيلم بردك، اللعبة عمالة بتجيب حاجات بردك اللي هو ايه اللي انا بدور عليه. عايز اتفرج على لورد اوف ذا رينج او ذا هوبيت.
كينجدم، بالنسبه لكينجدم وبتاع والجو دوت يعني. ايه ده؟ ده ايه؟ ما عنديش اي فكره ده ايه بالظبط. يوز اتش دامج، ما علينا، ما عنديش اي فكره ده كنت هستخدمه في ايه يعني. تخيل البتاع دوت تشيله معايا. مش ممكن. تلاجة. ايه؟ انا خدت ايه ده؟ فيندنج ماشين؟ ما علينا. انا ما عنديش اي فكرة ايه اللي انا عملت. ايه لا اله الا الله. اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. نخرج من حتة ثانية، مش لازم ندخل نقعد معاهم. هو ايه النايت فول جه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يلا سامعني. ده اكزيت؟ ده اكزيت. اكزيت خلينا نروح على الاكزيت وخلاص. انا من كل ده بندور على لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا رجالة؟ ما علي. ايه يا تربيت يا جدعان. ايوه عدي. ايوه هم اصابوني بحاجه؟ هو ايه؟ معاهم هيكس ولا ايه؟ معاهم هيكس؟ يلا سامعني سامعني يا عم. اقفل البتاعة دي يا عم. ده هم مكملين. اهلو يا برو. اقفل ده. في حد ميت هنا. هم جايين. ايه يا رجاله؟ ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ ايه اللعبه دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما علينا ما علينا ما علينا. لا تبالي لا تبالي. كانوا في صودا. اضرب كانوا في صودا مع ان انا ما عنديش اي فكره يا عم. دول معاهم هاكس. دول معاهم هاكس. هو انا بزوك ولا ايه؟ خلاص يا اسطى خلاص يا اسطى. يخرب بيت اللي زعلك. فين الاكزيت هنا في البتاع دي؟ الاكزيت اهو. يلا السلام عليكم. روم 35. ايه يا عم يخرب بيتك؟ عايزين انرجي درينك. طيب في انا معايا 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 ده لبن. ايه ده ولا ايه؟ ما علينا. كانوا في صودا. لا مش عايز انا. كانوا في صودا يا عم. افتح الباب ده. تفتكر فوق بيودي على فوق؟ ايه فوق بيودي على فوق؟ ايه الكلام ده؟ بقول كلام غريب على فكرة. ما علينا. يبقى تحت بيودي على تحت. منطقية يعني. او تحت بيودي على المكان بتاع في ايه؟ مشيو؟ ريمايندر يو ار ترانسبيسنج. بيقول لي انت بتتعدى على الاماكن. فكرني بهيت مان. اوكي واضح ان انا مقتحم المكان. معايا استامنا which is nice. الدنيا جميله. اما عاملين 41 غرفه. ما عنديش اي فكره انا رايح فين. If you are lost lay still on the floor until the help arrives. اوكي لو انت تهت بقول لك نام على الارض لحد ما المساعده تيجي. exit. الدنيا جميلة. سيرش. على فكرة الكونسيبت بتاع اللعبة حلو. مع ان انا مش فاهم هو الكونسيبت بتاع اللعبة ايه بالظبط بس اكيد حاجة. انت خلاص اخدت الدولاب معاك؟ ما عنديش اي فكرة. ما عنديش اي فكرة الدولاب بيعمل ايه. اهم حاجة بصوا احنا هنتمشى لان الاستامنا بتاعتنا بتبهدل الدنيا قوي. عارف انت اي شيفت بيتعمل هنا بيودي في داهيه. ازيك بيعمل ايه؟ فوق بيودي على فوق اكيد طبعا. فوق لا فوق ما بيودوش على فوق. فوق بيودي على حته مقفوله.
يبقى تحت بيودي على تحت. لا ما تقولش قولش ان احنا هو جاي. لا 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 انا الحبل اللي معايا ده المفروض بيعمل ايه؟ انا اعمل ايه بالحبل؟ يخرب بيتك يخرب بيتك. ولا هو مال الكاركتر بطيء ليه؟ اكزت اهو اكزت اهو اكزت اهو اكزت اهو بيجري ورايا. انا اللي استنى الاسبوع انا يا لهوي. اكزت تاني اهو. بالله عليك يا كابتن خلاص خلاص يا اسطى موتنا نتهمني وبهدلني. انا عاملين بروجرس 160 غرفة 160 غرفة. انا مش مصدق ان احنا 160 غرفة. اوكي ليتس جو سو فار سو جود. الدنيا جميلة. ويت انا اللي محتاجه دلوقتي محتاج ان انا اكل. وانا مش عارف انا يعني هل في امل ان انا الاقي اكزت ولا لا. يعني حاسس ان الموضوع بلا هدف بس كول كونسبت. عارف اوكي فين مية تسعة وستين. يد النيلة السوداء. الراجل اللي مرمي بتاع دوت على الارض في اي سندوتش هنا؟ اوكي هات الوركينج لاملة دروب. سيب الدولاب في حاله. هات الكان ديت. بيج ديلز. هات البيج ديلز. في اي حاجة؟ اوكي. انا رميت العمود اللي هو فيه لمبة. شكرا. 173 غرفة. ما علينا. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي. انا عايز فلاش. يد النيل السوداء. بيندنج ماشين. مفيهاش اي حاجة فيها. هات ايه؟ وودن بلانكت. ارمي الودن بلانكت. عارف انا وودن بلانكت ايه اللي انا محتاجها دي؟ خشب ايه اللي انا محتاجه ده؟ 180 غرفة. في اكزيت على الشمال. I'm getting good in this game. اوكي. ما علينا. مش عايزها تقريبا دي بتاع عشان لو فانا نزفت ولا اي حاجة من دي، عارف؟ طب وبعدين؟ اوكي هل بيدينا اليوم؟ طب اوكي طب ساعات بيقول لنا مثلا اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث على التوازي. اوكي ستارفين ستارفين. اوكي عايزين نضرب حاجه كان في ستو. يو نو لونجر هانجري. انت مش جعان دلوقتي خلاص. سمر زي ما انت زي ما انت. ده بيجري ورايا مش بيجري ورايا الحمد لله. فتش المكتب دوت في اي حاجه يا اسطى.
ما لقيتش حاجة. عارف كاري ده مكتب، خد المكتب معاك في ايدك وانت ماشي. ليه ما اعرفش، ممكن تحتاجه ولا حاجة في نص اللي هو ايه، افرض مثلا حبيت تذاكر، حبيت تراجع حاجة، عارف انت. 193 كده. المكان ده شكله مبشر، معرفش ليه. لا 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 لا. لا تبالي، فتش الدولاب. لا تبالي، لا تبالي. في اي حاجة اصلا؟ ما علينا. في لدينا اكزت، لدينا اكزت، لدينا اكزت. هو انا اللي شايفه لحد دلوقتي ان الليفلز عمالة تتكرر. مش عايز انا الودن كحاجات دي. وودن بلانكت ايه ولا البلانك ده، فاهم انا. ما تجريش ما تجريش ما تجريش. تجري ولا تريح ده بقى، ريح دماغك، الموضوع مش مستاهل. فيندنج ماشين في وسط البتاع. ساندويتش. ايه ايه طيب، فين الاسانسير؟ لا بس كول كونسبت، كول كونسبت. ناخد البتاع ده معانا وخلاص. بعد معانا هيلث. اوكي في مكتب هنا اهو، فتوش يمكن نلاقي حاجه. اتس امتي حبيبي يا اسطى، ربنا يبارك لك والنبي. راب راب. جايين ولا لسه؟ مش جايين، مش جايين. ما قالوش ان هم هيتحركوا. اتحرك من مكان تاني. المكان ده مقفول بس المزيكا، المزيكا حلوه، المزيكا حلوه بصراحه. مش شايف حاجة. على صعيد آخر يعني. يا دي النيلة السودة. الراجل اللي عمال ميت دوت، كل شوية عمال أقابله. أنا كل دوت بحاول بس على الأقل ألاقي أسانسير واحد. ألاقي أسانسير واحد أبقى أنا كده ماشي صح. أبقى أنا يعني مش ماشي صح. إن أنا في حاجة المفروض هتحصل هنا. هو أنا إيه؟ هو ناويين يتحركوا طيب؟ مش ناويين. اوكي. مكان الباب ده مقفول. لا 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 ولا لا لا ولا لا لا. اوكي. هو انا هو ايه حصل لهم جليتش؟ العيال مش فاهمة حاجة؟ حصل لهم جليتش تقريبا. تقريبا المكان المكان بيتكرر تقريبا. المكان ما بيتكررش. في اي حاجة؟ في سندوتش هنا يا اسطى. سندوتش عارف. فيندنج ماشين. عرفت ما لقيتش حاجه في البتاع، خدها معاك وانت ماشي مفيش اي مشكله. فانا فاكر ان كان في سندوتش معايا يا اسطى. شوف الدواليب هي اللي بيبقى فيها حاجه اوقات. الفيندنج ماشين لا. اوكي النور جه. دي 6 اوكي. اليوم السادس ولقينا اكزيت. هو غالبا المزيكا بتحصل لما عشان الاوضه اللي بيبقى فيها هذا الحارس المأساوي جدا.
231 which is not nice. ما شفتش لا ارى اسانسير. هات البتاع ده معانا عشان because why not. هنرميه دلوقتي مع اوكي. هات البلانكت دي اعمل لها دروب وهات البتاع دي كلها معانا. لا بس كول كونسبت حقيقة. السلام عليكم. ده مش اكزيت هو شاطب عليه. اوكي انا هعتبره اكزيت خلاص. وبعدين طيب ياد الودن بلانكس هات اي حاجة تعالى منها. ها دولاب فتش الدولاب. اوكي هات البلانكت اللي انا اصلا مش عارف ده ايه. هو غالبا الحاجات دي الخشب دوت ده بعدين. هو كل اللي انا مهتم بيه بسرعة الاكل. لحد دلوقتي انا ما اكتشفتش اي حاجة يعني ممكن استخدم فيها الخشب ولا اي حاجة من دي. يا رجال عاملين بس ما لقيتش. هقود الرف معاك. ارفع الرف وانت يخرب بيتك ولا تيبيلي دام بانا بام بانا بانا بانا. طب الاكزت عنده جاست. اروح من حته ثانيه وخلاص ولا عادي مش لازم يعني. اوكي الاكزت يمين. في تو اكزت. اكزت غلط واكزت صح. طب وبعدين طيب انا مش لاقي حاجه. بس كول كونسبت. اي في اكزت شمال. اوكي طيب 254 ايه يا عم ده. في ثلاجه هنا. في حاجة اتكسرت. النور اتكسر. Which is جديد الكلام ده. ايه يا رجالة عاملين؟ بصوا يعني انا شايف ان مفيش اي حاجه جديده بتعملها بتحصل. انا كنت فاكر ان انا يعني هوصل. انا يعني اعتبر اديت اللعبه حقها وزياده. افتح افتح افتح. اديت اللعبه حقها وزياده وخلصت الاستامنا اصلا تمام. فخلونا نوقف لحد هنا. انا مش شايف ان في جديد. دي يمكن تكون ده الديمو بتاع اللعبه يعني. بس اوفر اول لا اللعبه حلوه شغاله يعني. بس مفيش حاجه جديده يعني. كان المفروض ان كان يبقى فيه ليفلز ولا اي حاجه من دي نقدر نتحرك ليفل تاني بعده يعني. واضح ان الديمو دوت ما فيهوش الجو ده. بس يعني يعتبر عملنا بروجريس بزياده يعني. بس عامه يعني روح على عجبكم لعجبكم الفيديو حبيبي. شوفوا فيديوهات تانيه من عام مختلفه يعني. ريت لايك الفيديو وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.